مساء الخير أحبائي وأعزائي. جورج قرديحي يعتنق الإسلام لهذا السبب. كشف الصحفي اللبناني جورج قرديحي عن تغيير دينه واعتناق الإسلام بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم. وقال الإعلامي جورج قرديحي خلال لقائه في برنامجه حبر السري الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم: اعتناق الإسلام هي معروفة قديمة أو معلومة قديمة منذ أن قدمت برنامج من سيربح المليون، عندما كنت أقرأ الآيات الكريمة بشكل صحيح وحفظ العديد من آيات القرآن الكريم والتي أعتبرها منارة للمسلمين والمسيحيين وغيرهم. جورج قرديحي يحفظ القرآن. تابع الإعلام جورج قرديحي أن آيات القرآن هي قيم إلهية للبشرية تتلخص في لغة الإعجاز، لذلك حفظت عددا من الآيات. القواسم المشتركة بين الإسلام والمسيحية. وأوضح الصحفي جورج قرديحي أنه سبق وأن تلقى اعتناق الإسلام قائلا أنه لا داعي لذلك، لأن الديانتين المسيحية والإسلامية يكمل كل منهما الآخر، ولهم العديد من المبادئ والقيم والمفاتيح والمفاهيم التي نتشاركها. من ينظر إلى الديانتين يجد أن هناك العديد من المشترك فيها أو الاشتراك بينهم. وقد ورد في الكتاب المقدس أشياء كثيرة واردة في القرآن الكريم مستعينا بقول الحق عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل علينا إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وفي سياق آخر قال الإعلام جورج قرديحي إنه على ما يبدو سبب الأزمة بين السعودية ولبنان، ولكن العلاقات لم تكن جيدة ليس فقط مع المملكة العربية السعودية ولكن مع دول الخليج بشكل عام. مضيفا: لقد أساء الناس أكثر من كلامي، لكن لن أبرر بذلك. وأوضح جورج قرديحي في حديثة أجراه مع برنامج حبر سر الإعلامية أسماء إبراهيم إن نشر المقابلة التي أجراها قبل توليه منصب وزير الإعلام بعد أن أصبح وزيرا وكان رد فعل الخليج بسبب تصريحاته بشأن الحرب في اليمن، مؤكدا أن الحملة كانت شيطانية ومبرمجة. وتابع جورج قرديحي: أنا لا استقلت وكنت تحت ضغط عالي وكانت الحملة عظيمة بالنسبة لي، وموقفي كان موقفا وطنيا ولا يحق لأي دولة أخرى أن تفرض على سياسي في لبنان الاستقالة، وهي إشاعة اعتناق إسلامي وأنا أعتز بالإسلام. شكرا جورج قرديحي، وأشكرك على ما قلت لك وما قلت لنا وما وضحته. كل الشكر والتقدير والاحترام حبيبي. لا تنسى اشتراكك في قناة الملكة والأمير.